والله وفر الله الحمد والله قوة 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 ولو انت بس قدرت تكررها كبير والله لا شوف احد معي بكلوب واذا ما زيدكم يقلقني وانا بلغ على موعد يعطيك الف عافية مشكور وانا عتشريها في اندفوات يا الله يعطيك العافية ان شاء الله الله والخدايا حقا قوة كذا من عندك يا جبران في إطار عملياتنا القتالية والتي كلف بها اللواء الخامس ضمن محور علب يستولي اليوم على مخازن أسلحة للعدو في إطار عملياتها القتالية نحو مديرية باقم وكل يوم نحن نتقدم إلى أمام ونستعيد العديد من الأسلحة هذه قاعدة صواريخ كاتوشا وكذلك القاعدة الثانية في الأمام وهذه قذائف مدفعية روسية الصنع وصواريخ كاتوشا وقذائف بعشرة والعديد من الأسلحة الخفيفة التي تم توزيعها على على أفراد القوات المسلحة أفراد اللواء. ما مصير هذه الأسلحة؟ مصيرها العودة بها إلى مخازن اللواء والاستخدام بها باتجاه العدو.